هل تفكر في بناء بيت العمر؟ بعد تقديم أوراق القرض للوزارة، يتبقى لك ثلاث خطوات. الخطوة الأولى التصميم. احرص على اختيار الاستشاري الجيد الذي سيقوم بتصميم منزلك وفقاً لاحتياجاتك واحتياجات أسرتك. بالتصميم احرص على التوزيع الذكي للمساحات، لا تبالغ بأحجام الغرف والصالات، ولا تبالغ بالأعمدة الخرسانية لتتجنب زيادة تكلفة البناء والخروج عن الميزانية المحددة. لا تغير بالتصميم بعد اعتماده لأنه سيعطل عملية البناء وعدم ضمان المدة المطلوبة لتنفيذ المشروع، وستضطر إلى تغطية التكاليف الزائدة من ميزانيتك الخاصة. الخطوة الثانية التنفيذ. احرص على اختيار المقاول الجيد لتنفيذ المشروع. عند عملية البحث، استعن بخدمة اسألنا للاستفسار عن المقاولين بناء على تقييم عملائنا. اسأل أصدقائك ذوي الثقة والخبرة بعملية البناء. قم بزيارة مقر الشركة للتأكد من وجودها وسمعتها بالسوق والتأكد من قدرتها المالية وحجم العمالة التي توفرها. قم بزيارات ميدانية للمشاريع التي تقوم بها الشركة، كما يقدم البنك ورشة العمل الشهرية كيف تبني بيتك، والتي تستعرض كافة المعلومات والنصائح والإرشادات التي يحتاجها المقبل على البناء. زوروا موقعنا www.qdb.qa للتسجيل بالورشة. بالإضافة إلى ذلك، نوفر نموذج عقد قانوني يتضمن كافة البنود والشروط لحماية حقوق العميل مع المقاول. تذكر، عند التنفيذ احرص على زيارة الموقع باستمرار والتأكد من إشراف الاستشاري على عملية البناء. ثالثاً والأهم، تمويل البناء. قيمة القرض الممنوح من بنك قطر للتنمية 1,200,000 ريال قطري، ويمنح على دفعات محددة حسب مراحل البناء. وعلى سبيل المثال، في حال جاوزت تكلفة المنزل 1,200,000، فيجب عليك تغطية الزيادة المطلوبة من ميزانيتك الخاصة لتتجنب تعطيل البناء والبعد عن أي إشكاليات مع المقاول. الدفعة الأولى 150,000 من القرض لتنفيذ الأساسات والقواعد وخرسانة المنزل. الدفعة الثانية من القرض 150,000 تقدم لصب الجسور الأرضية وعمل الدفان. الدفعة الثالثة 150,000 لصب سقف الدور الأرضي. الدفعة الرابعة 150,000 لصب السقف العلوي. الدفعة الخامسة 100,000 لصب سقف الملاحق وبناء السور. الدفعة السادسة 100,000 للانتهاء من البلاستر الداخلي والخارجي. الدفعة السابعة 100,000 لتركيب بلاط الحمامات والمطابخ والأطقم. الدفعة الثامنة 100,000 لتركيب البلاط بالكامل. الدفعة التاسعة 100,000 لأعمال الألمنيوم. الدفعة الأخيرة 100,000 لأعمال النجارة وباقي الأعمال. نعمل على النصح والإرشاد وتسهيل إجراءات قرض الإسكان لتأمين منزلك الملائم للعائلة القطرية. مع تحيات بنك قطر للتنمية. أصبح الآن بإمكانك تحميل تطبيق الهاتف من بنك قطر للتنمية لطلب الحصول على دفعاتك بكل يسر وسهولة. بنك قطر للتنمية، نمول وندعم بناء منزلك.